روبرتو زوكو هو مشروع تخرج فصل أول لمجموعة من طلاب قسم التقنيات اختصاص تصميم الإضاءة. هاي السنة حاولنا أنه يكون في شيء مختلف نوعا ما بالنسبة للمشاريع التخرج بالسنوات السابقة، بأنه يكون في شيء عرض احترافي، صيغة عرض احترافي يندع عليه جمهور وتتغطى إعلاميا بحيث يضوى على الأقسام الثانية بالمعهد. هو صراحة نحن عم نحاول أنه يعني نسلط الضوء على الأقسام الخمسة الموجودين بالمعهد، كل يعني بالوسط العام غالبا الأشخاص بيفكروا أنه ما في غير قسم التمثيل بالمعهد، هو اللي أخذ الواجهة الأكبر بالنسبة للمعهد. عم نحاول شوي نضوي على الأقسام الثانية اللي هي قسم التقنيات المسرحية، قسم السينوغرافيا، قسم الدراسات، قسم الرأس. عملنا عرض هو عبارة عن تشارك بين الخمس أقسام، طلاب مع خريجين باستخدام تقنيات الإضاءة الحديثة، ونعمل هيك توليفة ظريفة عبارة عن عرض مسرحي بتعتمد يعني بالأساس على المؤدي اللي هو ممكن يكون ممثل أو راقص. طبعا هو النص بيتحمل كتير تأويلات وبيتحمل كتير وجهات نظر، فنحن عمليا أخذنا كتير مدة بتحليله لأنه هو كتير بيتحمل هاي التأويلات، فهو بيتحمل أنك تستخدم هاي الديفايس اللي كانت موجودة هون يلي هي جدا حديثة وذكية عن جد بالتسنيك بالسينك بين الصوت والإضاءة، فهي عمليا على عدد ضربات هي بتمشي إن كان بيمات أو إن كان الوشوذات أو الأنواع المختلفة اللي تواجدت بمكانها. بصراحة يعني أنا بحب أرجع لهذا المكان، بحب أشتغل، بحب أعيش هون لأنه بحس هذا المكان له فضل علي، له فضل كبير كتير علي، فبرجع لهون وبستمتع بهذا المكان إن كنت عم أشتغل هون أو باستديو أو بالمسرح الإيطالي. وبالنسبة للنص هو نص روبرتو زوكو، هو من آخر النصوص اللي كتبها كولتس، ونص بيفتح لنا أفق عديدة، بيفتح قدامنا كتير مجال نحن نلعب ونوظف. وهنا في شيء بصري جديد شفتي، هو أول مرة بيصير بقسم التقنيات المسرحية هي السمارت لايت وتوظيفها بشكل درامي. عادة مشاريع التخرج اللي كانت تصير بالفترات الماضية كانت تصير مشاريع فردية، يعني هي ما بتتعلق بأداء، بتتعلق بس بضوء. بهي الفترة حاولنا نشتغل على مبدأ إنه جمع كذا قسم وفي منهم خريجين بيعرض واحد مشترك تنشوف إذا هي التجربة قابلة إنه مستقبلاً تتجدد. الفكرة كانت بقسمنا إنه دائماً الشباب بينحكى معهم قبل بيومين ثلاثة من العرض إنه فوت وصمموا إضاءة بهيك عروض، تعبانين على الإضاءة، تعبانين على السينوغرافيا، حتى تمثيل ورقص لما عم يشتركوا الأقسام كلها مع بعضها، فعم يطلع كثير نتاج كثير حلو. الشباب يعني الله يعطيهم العافية، يعني جايبين تقنيات جديدة وفعلاً يعني ما أنا موجودة قبل بالمعهد، يعني هذا العرض كان كثير متميز بإضاءته ومحاولوا ينقلوا لنا يعني من محطة القطار على البيت فجأة، يعني هي بلحظات كان التبديل عم بيصير ولعبة الإضاءة يعني دور كبير لحتى تحسسنا بالأتموسفير العامة كيف انتقل الجو من جو لجو من بيت من الخارج للداخل محطة القطار على البار، فكان يعني كان شيء كتير ممتاز يعني.